السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة للمنتخب المصري الأولمبي ضمن مباريات الجولة الثانية ومنافسات كرة القدم وأولمبياد باريس 2024. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن يحصد 3 نقاط مهمين. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد تعادل المنتخب المصري بالتعادل السلبي في المباراة الأولى أمام جمهورية الدومينيكان، يلتقي منتخب مصر أمام منتخب أوزبكستان للمنتخبات الأولمبية ضمن مباريات الجولة الثانية ودور المجموعات ومنافسات كرة القدم وأولمبياد باريس 2024. المباراة على ملعب لاباجوار. القناة الناقلة بين سبورت 2 والمعلق علي محمد علي. وانتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. المباراة يوم السبت القادم في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والرابعة عصرا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. توقعاتكم معنا في التعليقات، من يفوز في هذه المباراة ومن يحصد 3 نقاط مهمين؟ لا بديل عن الفوز للمنتخب المصري بعد التعثر في الجولة الأولى واحتلال المنتخب الإسباني صدارة الترتيب ب3 نقاط على المنتخب الأوزبكستاني، ومباراة مهمة لمنتخب مصر من أجل إنقاذ الأحلام وإنقاذ الأماني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.